الاثنين أنه لا يغدو يوم الفطر. إذا أراد أن يغدو إلى الصلاة فإنه كان يأكل شيئا قبل أن يغدو ويذهب إلى الصلاة. طيب، والأثر الذي بعده قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المصيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل بالأكل يوم الفطر قبل الوضوء. هذا الأثر رواه أيضا الإمام مالك عن شيخه ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المصيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل. هذا الأثر يذكر فيه سعيد بن المسيب وهو قد عاشر الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. قال يحيى قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. يقول الإمام مالك حسب ما رواه عنه يحيى ابن يحيى لا أرى ذلك على الناس في الأضحى، يعني لا يرى أن الأكل قبل الذهاب إلى الصلاة متحتم أو مستحب في يوم الأضحى، وإنما هذا في يوم الفطر. فالسنة في يوم الفطر أن يأكل الناس قبل أن يذهبوا إلى الصلاة، ولكن في يوم العيد الأضحى فإن هذا لا استحباب فيه، فمن أراد أن يأكل فليأكل، ومن أراد أن لا يأكل فلا شيء عليه. قال أبو عمر قول مالك لا أرى ذلك على الناس في الأضحى يدل على أن الأكل في الفطر عنده مؤكد يجري مجرى السنن المندوب إليها التي يؤمر الناس عليها، وأنه في الأضحى من شاء فعله ومن شاء لم يفعله، وليس بسنة في الأضحى ولا بدعة. لا يقال الأكل قبل الذهاب إلى الصلاة يوم الأضحى لا بدعة فيه ولا استحباب، وإنما هو أمر على البراءة الأصلية، فمن أراد أن يأكل فليأكل ومن لا فلا. ثم ذكر بعض الأحاديث المرفوعة، ولم يذكر الإمام مالك شيئا من الأحاديث المرفوعة، ومنها حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر على تمرات ثم يغدو. وعن ابن عباس قال إن من السنة ألا تخرج يوم الفطر حتى تطعم، وأن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة. باب ما جاء أو ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. هذا الباب يذكر فيه الإمام مالك ما وصله وما وصل إليه من التكبير في صلاة العيد والقراءة أيضا في صلاة العيدين. ما هو المستحب في صلاة العيدين في التكبير قبل قراءة الفاتحة، وما هي الصور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قرأ بها في العيدين. وبه قال مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا وافد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ضمرة بن سعيد، ولعله قد سبقت ترجمته عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود، وقد سبق أيضا أن عمر بن الخطاب سأل أبا وافد الليثي، عمر رضي الله عنه يسأل هذا الصحابي
ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ يسأل هذا الصحابي. يقول أبو عمر: يحتمل سؤال عمر رحمه الله مع جلالته لأبي واقد عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين ليعلم إن كان عنده من ذلك علم وإلا أنبأه به. هذا مجرد استخبار واستعلام لما عند هذا الصحابي من السنة في القراءة في العيدين، وأنه إذا كان عنده علم فإنه يخبر به، وإن لم يكن عنده شيء فإن عمر كان يريد أن يخبره. وليس هذا أن عمر رضي الله عنه كان يجهل رضي الله عنه ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين أبدا، لا يقال هذا، وإنما هو مجرد استخبار لأبي واقد حتى يعلم أنه كانت عنده هذه السنة، وإلا فإنه كان يريد أن يخبره صلى الله رضي الله عنه. ثم قال أبو عمر: واختلفت الآثار في هذا الباب، وكذلك اختلف الفقهاء أيضا فيه. فقال مالك: يقرأ في صلاة العيدين بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. وقال الشافعي: بحديث أبي واقد الليثي هذا في قاف واقتربت الساعة. ثم ذكر أثرا عن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب من طريق الاستخبار. وفي اختلاف الآثار في هذا الباب دليل على أن لا توقيت فيه، وما قرأ به الإمام في صلاة العيدين أجزأه إذا قرأ فاتحة الكتاب. فالأمر فيه سعة، وأنه لا توقيت فيه، وأن الإنسان إذا قرأ الفاتحة فإن الشيء الذي يقرأه بعد الفاتحة مشروع ولا توقيت فيه، يعني ليس هناك سنة لا يتجاوز بها في القراءة في العيدين. وبه قال مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. هذا نافع مولى عبد الله بن عمر حضر العيد مع أبي هريرة رضي الله عنه، حضر الفطر والعيد الأضحى مع أبي هريرة رضي الله عنه، فكبر، يعني أبو هريرة صلى بهم في العيد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كان أحياناً يكون والياً على المدينة عن بعض الأمراء أو نائباً فيها. فعبد الله مولى عبد الله بن عمر نافع يقول إنه شهد العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، مع أبي هريرة رضي الله عنه، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات. الركعة الأولى كبر سبع تكبيرات، وليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع. وعلى ذلك فالتكبيرات في الركعة الأولى تسع: سبع ولاء، وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع. يقول: وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة أيضا، وليس منها تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية ولا تكبيرة الركوع. وعلى ذلك فالتكبيرات في الركعة الثانية سبع: خمس قبل القراءة، وواحدة للرفع، وواحدة للركوع. قال أبو عمر: مثل هذا لا يكون رأيا ولا يكون إلا توقيفا، لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر
من جهة الرأي والقياس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من طرق كثيرة النساء، منها حديث عائشة وعمر بن عوف المزني وحديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي واقد بن الليثي، كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما في كلتيهما. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد. إذن هذا وردت فيه أحاديث مرفوعة، ولكن الإمام مالك لم يروي من هذه الحديث المرفوعة إلا هذا الأثر الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وهو لا يفعل هذا من جهة الرأي، وإنما هذا توقيف، لأن هذا العدد لا يمكن أن يدرك بالرأي والقياس، سبع وخمس. قال الشافعي: فعل أبي هريرة بين ظهراني المهاجرين والأنصار أولى، لأنه لو خالف ما عرفوه وورثوه أنكروه عليه وعلموه، وليس ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه. قال: والتكبير في كلتا القراءتين قبل القراءة أشبه بسنن الصلاة. قال يحيى: قال مالك وهو الأمر عندنا. هذا الأثر عن أبي هريرة، يقول الإمام مالك هو الأمر عندنا، وأن المصلي يفعل كما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الأمر الذي أدرك الناس عليه بالمدينة. قال يحيى: قال مالك: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا، ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة. هذا يحيى ينقل عن الإمام مالك أنه استفتي وسئل عن حال رجل تخلف عن صلاة العيد وفاتت عليه صلاة العيد مع الجماعة، وجاء إلى المصلى وقد انصرف الناس من صلاة العيد، ماذا يفعل هذا الرجل؟ فقال: إنه لا يرى عليه أن يصلي صلاة العيد لا في المصلى الذي انصرف عنه الناس ولا في بيته. وهو أمر واضح، لأن العيد أو صلاة العيد ليست واجبة على أحد، وهو يقول ليس عليه أن يصلي لا في المصلى ولا في بيته، ولكن إن صلى في المصلى أو في بيته لم أرى بذلك بأسا. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان إذا لم يستطع أو لم يدرك الصلاة مع الجماعة أنه يجوز له أن يصلي في بيته أو في المصلى الذي انصرف عنه الناس، ثم يصلي كما كان الإمام يصلي، يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية قبل القراءة. وهذا أمر واضح. ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما، هل هناك سنة راتبة يصلي الإنسان على جهة النفل المؤكد قبل صلاة العيدين أو بعد صلاة العيدين؟ فهنا الإمام مالك بوه وقال: ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. إذا عرف من تبويبه أنه ليست هناك راتبة لا قبل العيد ولا بعد العيد، وأن الإنسان إذا صلى على جهة الصلاة النفل المطلق قبل العيد أو بعد العيد فإنه يدخل في عموم مشروعية النوافل ما لم يكن هناك وقت كراهة.
قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. كان عبد الله بن عمر ما كان يصلي لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. وقال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. ثم ذكر هذا الأثر الذي رواه بلاغاً أن سعيداً رحمه الله كان يغدو إلى المصلي، يعني كان يباكر في الذهاب إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس، فكان يذهب إلى المصلى قبل طلوع الشمس ويغدو إليه. فهذه الآثار تدل على أن هناك أنه لم يكن هناك راتبة تصلى قبل الصلاة. ثم ذكر تبويبا آخر فقال: الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. هذا التبويب يدل على أنه لا بأس أن تصلى قبل العيد. ثم ذكر هذا الأثر الذي رواه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات، لكن هذا يحمل على أنه نفل مطلق ولا علاقة لهذه بصلاة العيد. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. هذا عروة يظهر أن القاسم كان يصلي إما في بيته أو في المسجد، وهذا الأثر الذي بعده هو أثر عروة فيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد، وهذا أيضا لفظ مطلق وليس هذا راتبة لصلاة العيد. قال أبو عمر: ترجم الإمام الباب الأول بترك الصلاة والثاني بالرخصة، وليست الرخصة في الباب الثاني من الباب الأول في شيء، لأن الصلاة في المسجد قبل الوضوء إلى المصلى ليست من باب الصلاة في المصلى، وإنما اختلفوا في الصلاة في المصلى، فذهب أهل المدينة إلى أن لا يصلي أحد في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فسائر الناس كذلك. يذكر أبو عمر أن هناك شيء من التنافي بين التبويبين، فإن التبويب الثاني ليس فيه رخصة لما بوب له في الباب الأول وهو ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما، فإن الباب الأول كان ملخصه أنه ليست هناك صلاة سنة تصلى في المصلى لا قبل العيد ولا بعدها، وأما هذا التبويب فإن فيه أن هؤلاء أو أن هذين التابعين كانا يصليان في المسجد قبل أن يذهبا إلى المصلى. وهناك فرق بين صلاة في المسجد وصلاة في المصلى، ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المصلى شيئا قبل صلاة العيد ولا بعدها. والخلاصة أنه ليست هناك سنة راتبة تتعلق بالعيدين، ولكن الإنسان عنده النفل المطلق يصلي متى شاء إذا لم يقم الوقت وقت كراهته. غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. قال يحيى قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة.
يصلي المسلمون يوم العيد في المصلى، وهذا المصلى قد يكون أحيانا في داخل المدينة وقد يكون أحيانا خارجا عنها في الطرف حسب سعة المكان وكثرة المصلين. فيقول هنا الإمام مالك: مضت السنة، يعني مشت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى، أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه أقامة الصلاة. المأمومون ليس هناك ضابط معين، وإنما يذهبون إلى المصلى حسب نشاطهم وفراغهم، والإمام أيضا يذهب إلى المصلي ويغدو إليه قدر ما يبلغ المصلى وقد حلت الصلاة وخرج وقت الكراهة. فإذا وصل إلى المصلى فإنه لا يترفل ولا يشتغل بشيء قبل العيد، وإنما يدخل في صلاة العيد. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. هذا سؤال وجه الإمام مالك في شأن رجل يصلي مع الإمام صلاة الفطر، هل يجوز له أن يذهب ويفارق المصلى ولا يستمع إلى الخطبة التي كانت السنة أن تكون بعد صلاة العيد؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. لا ينبغي له أن ينصرف، لأن اسم العيد يشمل الصلاة والخطبة، فإذا صلى وانصرف فإنه قد ترك شيئا من أمور العيد أو من الأشياء التي يطلب عليها اسم العيد. فينبغي له أن يتم الخطبة مع الإمام كما صلى معه، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام، فإنه ليس من الآداب أن ينصرف الناس والإمام في المصلى. يقول هنا: قول في هذا الباب وقول غيره من فقهاء الأمصار سواء كلهم تقارب المعنى. وزاد الشافعي: ليس الإمام في ذلك كالناس، أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ينصرفون من الصبح، وأما الإمام فإنه يغدو إلى العيد قدر ما يرى في المصلى وقد برزت الشمس. قال: ويؤخر الفطر ويعجل الأضحى. طيب، يقول هنا أنه لا ينصرف حتى يسمع الخطبة، فهذا ما عليه الفقهاء كما ذكرناه فيما مضى. لا أقرأ شيئا من هذا الباب الذي بعده. صلاة الخوف. وبه قال مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتم لأنفسه ثم انصرف، فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى وصلى به الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتم لأنفسه ثم سلم به. هذا فيه صلاة الخوف والكيفيات الكثيرة التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فذكر شيئا من هذه الكيفيات، وهي الكيفية التي رواها من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا عن يزيد بن رومان، يقول أبو عمر: يزيد بن رومان هذا مولى الزبير بن العوام، كان أحد قراء أهل المدينة، وكان عالما بالمغازي، مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثقة سكن المدينة، وبها كانت وفاته
سنة 300 عن صالح بن خوات بن جبير. هذا روى له الإمام مسلم وهو صالح بن خوات بن جبير الأنصاري مدني عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إبهام، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. قال أبو العباس الداني في كتابه كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ: لم يسم صالح في هذه الرواية من حدثه بالحديث. صالح يقول عمن صلى، من هو؟ يقول: وخرج هكذا في الصحيحين من طريق مالك، وهو حديث مسند صحيح، لأن صالحا تابعي سمع سهل بن أبي حثمة وغيره من الصحابة، ولا يخفى عليه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشاهد ممن يدعي ذلك كاذبا، ولو اتهم في مثل هذا لاتهم في حديثه. إذن هذا الإبهام لا شيء فيه، والحديث متصل ولا يضر إبهامه، لأن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو صحابي، والصحابة أمرهم مفروغ عنه. قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فالحديث صحيح. قال: نعم صحيح. إذن هذا وإن كان فيه إبهام إلا أن هذا لا يضر الحديث شيئا، والحديث متصل مع وجود هذا الإبهام فيه. طيب، هذا فيه الكيفية الأولى، وهي أن طائفة صفت معه، صفت هذه ثلاثية وهي لازمة، وثلاثية وهي متعدية، يقال صف القوم وصففتهم أنا، فهي وإن كانت ثلاثية إلا أنها أحيانا لازمة وأحيانا متعدية. طائفة صفت معه، وطائفة وصفت طائفة وجاه العدو، قالوا وجاه العدو أي في الجهة التي تقابل وجوه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، صلى به ركعة واحدة. ويظهر أن الصلاة هذه إما أن تكون صلاة صبح وإما أن تكون صلاة مقصورة، فصلى بهم ركعة ثم ثبت قائما، ثبت قائما في الركعة الثانية وأتموا لأنفسهم. وهؤلاء الذين صلوا معه ركعة بعد أن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الثانية أتموا الصلاة لأنفسهم وسلموا وانصرفوا وذهبوا إلى جهة العدو، فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى، الطائفة الأخرى التي كانت في وجوه العدو، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، صلى بهم ركعة حيث أدركوه وهو قائم في الركعة الثانية، فصلى بهم الركعة الثانية ثم ثبت جالسا، انتظر هؤلاء في الجلوس وأتموا لأنفسهم، ثم لما ثبت جالسا قاموا هم وأتوا بركعة ثم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولما يسلم ثم سلم به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه طريقة من الطرق التي تصلى بها صلاة الخوف.
يقول هذا: وإلى حديث مالك عن يزيد بن رومان المذكور في هذا الباب ذهب الشافعي رحمه الله وأصحابه في صلاة الخوف، وبه قال داود وهو قول مالك أيضا. هذا ذهب إليه أيضا الإمام مالك، إلا أنه تغير رأيه فترك العمل بهذا الحديث إلى حديث آخر سيذكره قريبا. يقول: إلا أن ابن القاسم ذكر عنه أنه رجع إلى حديث القاسم بن محمد في ذلك، والخلاف منه إنما هو في موضع واحد، وذلك أن الإمام عنده لا ينتظر الطائفة الثانية إذا صلى بها ركعة، ولكن يسلم ثم تقوم تلك الطائفة فتقضي لأنفسها. ذهب في ذلك إلى حديثه عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حفصة. ثم الإمام مالك كان ذهب في الأول إلى حديث يزيد عن صالح عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تغير رأيه وخالف هذا الحديث في جزئية بسيطة، وهي أن الإمام يخرج من الصلاة ولا ينتظر الطائفة الثانية في الجلوس، وإنما إذا تم الركعة الثانية بهم فإنه يخرج من الصلاة ثم يقوم هؤلاء فيأتون بركعة ثم ينصرفون فرادا. قال هنا: وأما قوله يوم ذات الرقاع فهي غزاة معروفة عند جميع أهل العلم بالمغازي، واختلف في المعنى الذي سميت به ذات الرقاع، فذكر الأخفش عن أبي أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكنا نمشي على أقدامنا حتى نقب. ما معنى نقب؟ انشقت، لأنه ما كانت عندهم نعال، فكنا نشدها بالخرق ونعصب عليها العصائب. كانوا عندهم خرق، فكانوا يلفون هذه الخرق من أجل نقب أرجلهم، فسميت غزوة ذات الرقاع. قال أبو بردة: فلما حدث أبو بردة بهذا الحديث ندم. هذا أبو موسى لما حدث بهذا الحديث ندم وقال: ما كنا نصنع بذكر هذا، كأنه كره أن يذكر شيئا من عمله الصالح. ما شاء الله، هذه قمة في الإخلاص وإخفاء العمل الصالح وعدم المتاجرة في أعمال الآخر. وهو هنا يقول: ما كنا نصنع بهذا، كنا في غنى عن ذكر هذه القصة. ما كنا نصنع بذكر هذا، كأنه كره أن يذكر شيئا من عمله الصالح. وهو المطلوب أن لا يتاجر الإنسان في عمله الصالح، وأن يخفي قدر ما يستطيع أن يخفي هذا، لأن ذكر مثل هذه قد يشوبه شيء من عدم الإخلاص والرياء، نسأل الله السلامة. وقال غيره: إنما سميت ذات الرقاع لأنهم رفعوا فيها راياتهم، والرايات دون البنود وفوق الطرادات إلى البنود ما هي. ذكر أن هناك ثلاثة من الأعلام: البنود وهي الأعلام الطويلة، ثم الرايات وهي دونها، ثم الطرادات وهي أقلها. فذكر أن الرقاع أو الرايات كانوا رقعوا فيها راياتهم، يعني كان معهم في ذلك أو في تلك الغزوة رايات، وهي الأعلام الخفاف التي هي دون البنود وفوق الطرادات. الحديث الذي بعده: قال مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن حوات بن جبير
أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد للذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيقومون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم ركعة ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون. انظروا، هذا هو الفرق أو الخلاف الدقيق في قوله ثم يسلم فيقوم، لا ينتظرهم في الجلوس وإنما يسلم الإمام ثم يقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. هذا هو الفرق بين حديث سهل بن أبي حثمة وحديث عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي سواء في الحديثين. يقول هنا أبو عمر: هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، ومثله لا يقال من جهة الرأي، وقد روي مرفوعا مسندا بهذا الإسناد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوان عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وعبد الرحمن أسن من يحيى بن سعيد أجل، رواه شعبة عن عبد الرحمن كذلك. إذن هذا وإن كان فيه أنه موقوف على سهل، إلا أن هناك رواية رواها عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد، كأن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم اختلفا على والده وهو القاسم بن محمد، فروى عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشار أبو عمر لأنه يمكن أن ترجح رواية عبد الرحمن على رواية يحيى بن سعيد، يقول: وعبد الرحمن أسن من يحيى بن سعيد وأجل. إذن هذه الرواية المسندة هي الراجحة، لأنه يقول أجل وأسن، وإضافة إلى أنه يروي عن والده، والابن أدرى عادة بحديث والده من الآخر، فاجتمع في رواية عبد الرحمن أنه أسن يعني أكبر منه سنا وأجل منه علما، ومن يروى إنما هو والده القاسم بن محمد. قال أبو عمر: وكان مالك يقول في صلاة الخوف بحديثه عن يزيد بن الرومان، ثم رجع إلى حديثه هذا عن يحيى بن سعيد عن القاسم، وإنما بينهما انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم فيسلم بهم، هكذا في حديث يزيد بن رومان، وفي حديث يحيى أنه يسلم إذا صلى بهم الركعة الثانية ثم يقومون ويركعون لأنفسهم. نكتفي بهذا قدر هذا من التوفيق، صلى الله عليه وسلم.